بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير. من هذا المنبر أطالب كل من لديه الأحقية في هذا البرنامج يعني بالنظر إلى فقرة لستن، يشوفون إيش اللي حصل فيها اليوم، بحيث أن اللي صار غير صحيح. أنا رحلت السؤال إلى زميلي وطلب اختيارات، وليس لديه يعني زي ما تقولون ما عندها الحقية بطلب الاختيارات، ويوم طلب الاختيارات أعطوه الاختيارات والله يوفقه ويسر لأمره. دخلت أنا إبراهيم وهو عفى من إبراهيم، دعونا ريان محمد مساعد، تعالوا لازم تعاد الأسئلة بينكم وبينه، ولازم تجاوبون بحيث أني لازم أدخل أجاوب أنا وياه. دخلت سأل جاوبت، دقت الزر كان الجواب غلط، والمفروض بالأساس إنه ما يرجع إلا هو الحالة، بحيث إني أنا رحلت له السؤال يجيه عنده، إذا جاوب أرحل أنا إبراهيم، إذا ما وجاوب يرحل هو إبراهيم. فجابوني أنا وياه، أعطوني أسئلة، أعطوه أسئلة، وها طبعا الأسئلة كلها سؤال الأول اللي دق، تفاجأت إنه ما دق الزرار، سواء دق زرار أو ما دق زرار ما أعطانا إنك لازم تدق أو لا، قال أول ما تدخلون دقوا زر اللي جاوب له النقاط. ما علينا من هذا كله، أنا رحلت له السؤال، والسؤال بحيث إنه ترحل له، إذا جاوب ورحل، وإذا ما جاوب يرحل هو. ومفروض إنه يوم جاء دعونا الحين سوى فقرة ثانية، بحيث إنه لازم إرضاء للجمهور على كلام المقدم اللي خطأ منه هو الإعداد، دعونا. والمفروض انه يدعى محمد الحالة، بحيث ان السؤال يوجه لمحمد الحالة، اذا جاوب ريان يطلع إبراهيم، اذا ما جاوب محمد يطلع إبراهيم. فاتمنى ان من لديه يعني اليد في هذا الشيء بشكل عام انه يعاد النظر فيها ويتأكدون منها، لان هذا ظلم وليس بعدل ابدا. شكرا.